بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال الله وعظمة الله وفضل الله وإنعام الله علينا وعلى المسلمين، وصلى ربي وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات أينما كنتم في أرجاء عالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي أو العالم، في مهاجركم، مغترباتكم، أماكن وجودكم، حياكم الله، مرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا، برنامجكم دين ودنيا. ودواما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا معا، وأن يصلح لنا الدنيا بالدين، إذ لا صلاح للدنيا إلا بالدين. أمر مجرب لقرون طويلة، ما في داعي أن تبدأ بنا تجارب جديدة مللنا تجاربكم وضجرنا وسئمنا من محاولاتكم الفاشلة سلفا، وأنتم تعلمون أنها فاشلة، وأنتم مصممون أصلا على الفشل والإفشال. على كل حال، لا نريد أن نبدأ بالفشل والإفشال، فاتحة غير مناسبة لأول حلقة في عام جديد. أسأل الله تعالى أن يكون علينا وعليكم وعلى الأمة جمعاء، ثم على الإنسانية، عام خير وإقبال وتفاهم واحترام إلى آخره. أقول يعني هذه الحلقة في غرة السنة الجديدة إن شاء الله العام. ما الفرق؟ يعني هي السنة للشدة والعام للرخاء، مختصر مش موضوعنا هذا. لكن أقول العالم العربي لا يزداد من دون بقية العالم والدول والأمم والشعوب، إحنا من دون الناس كلها لا تزداد أوضاعنا إلا سوءا وانحطاطا وتدهورا، وكأن من يديرون الدفة يريدون أن يوصلون إلى نتيجة لا فائدة، نتيجة أنه ما فيش فائدة. هو سعد قال إيه؟ ما فيش فائدة، لا فائدة، فلا تحاولوا، إنا سنغرق السفينة بعد أن خرقناها، فكل محاولاتكم هباء، فلا تأملوا إنقاذها، وسننقذها إن شاء الله تعالى في العالم العربي والإسلامي برمته. نعلم أن وراءكم قوة عالمية تدعمكم، نعلم شعوبكم مش بهايم يا أبويا، استغفلتموها قديما، الآن الناس اختلفت. صحيح بقي هامش من الناس، يعني هم والسوائم سواء للأسف، بنقولها بمرار والله، يعني ما زالوا يطبلون ويرقصون لمن يسففونهم التراب. لك شيء عجب، شيء عجب. هذه القلة على كل حال ما هياش الجمهور العربي. فهم السنن يثبت الأمم. من تكون تبدأ بالقرآن، وأنا أبدأ بالقرآن، السنن موضوع قرآني، لم نخرج عن السنن الذي سنناه من فضل الله تعالى أن نبدأ بالقرآن. ولو جعلنا لحلقتنا هذه عنوانا لقلت عنوان الحلقة ما سمعتم، نسينا. ولو فهم السنن يثبت الأمم، إحنا يعني المعنيين بالكلام. أقول والله تعالى المستعان، السنن هي قوانين الله ونواميسه التي يسير عليها الوجود والمجتمعات والأقوام والأمم والدعوات. ومن جهل هذه السنن، من جهلها ماله، وقع في التخبط واليأس والقنوط، وتتابعت عليه العلل والمحن، وغرق في المشكلات. اللي حاصل في عالمنا العربي بالضبط، يعني الحقيقة أنا تأملت فلخصت من فضل الله الموقف بهذه الكلمات، أرجو أن تكون معبرة والله أعلم. والله القدير سبحانه لو أراد لأهلك الكافرين من لحظة كفرهم ولحظة تجاوزهم وتعديهم على أنبيائه وتحديهم له سبحانه،
إن كان في إله ما يحركنيش من محلي، ما يرفعش إيدي، إن كان في إله يقبضني الآن. استخفافا والله تعالى يتركهم. ألم أقول لكم إنه ما في إله؟ هو يا مجنون الأبعد، هو في إله، لكن من سنن هذا الإله الإمهال والإملاء. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ومثل ما بيقولوا على لسان الناس يمهل ولا يهمل، وهو قول صحيح وحق. إذن الله تعالى لو أراد أن يمسح الكفر من الوجود لمسح بكلمة، لكنه صبور حليم لا يعجل العقاب، وهذا من رحمته. إن رحمته تجعل الناس تتجاوز وتتطاول على حدوده تعالى، وتستخف بتهديده ووعيده كأن قولا لم يقل. ثم إنه سبحانه يريد أن يشتد الصراع بين معسكري الحق والباطل، حتى يستخرج من المؤمنين أطيب وأعظم مخزونهم المادي والمعنوي. وإنك لن تشم رائحة البخور إلا إذا مسته النار. يعني ممكن تشم ريحة البخور من غير ما تولع النار فيه؟ لا، بدك تحرق العود حتى تشم الرائحة الطيبة. وكذا المؤمنين، ضراعة إلى الله، لجوء إلى الله، استغاثة من الله، استعانة بالله، يا رب يا رب. يعني تخيل أنت المؤمنين المحاصرين في شعب أبي طالب بمكة، ومالك الملك، ملك الكون سبحانه، من يملك هذا الوجود كله، بكلمة يستطيع أن يهلك كل زعماء قريش، لكن يدعهم يتمادون إلى أقصى مدى في التمادي. والمؤمنون يجأرون بالدعاء إلى الله عز وجل، يا رب. لا يجدون شرابا ولا طعاما ولا كساء يبدلوه، وممنوع التعامل معهم، يعني من هرب لهم رغيف عيش ممكن محاكمة عسكرية. احنا كده، انت بتساعد أسر المساجين، ما ذنب الأسرة؟ أقصد أنت تعطي هؤلاء المحاصرين، هذه حالات إنسانية، لهم فكرهم وللمجتمع فكره، شو المشكلة؟ على كل حال بدناش نسترسل كثيرا. ولله ولسننه المثل الأعلى، فالصبر جزء من الناموس. كم مرة مولانا يقول والصبر، اصبروا اصبروا وصابروا، اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يا سلام، أنا شايفهم وشايف الضيق الذي أنتم فيه، أنا أراكم وأراهم يتمادون، يتجاوزون، يتطاولون، لكن إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ بلى بلى إخواني. فهم السنن مثبت لليقين، بلا فهم السنن سنتخبط ونضطرب ونتلجلج ونلج دروبا عوجاء غير مستقيمة. نواصل. إذن الصبر جزء من الناموس، وجزء من الأخلاق، وجزء مهم من الدين. الدين شطران كما يقال، نصف صبر ونصف شكر، وجزء من المعركة، فهو عدة النصر أو أهم عددها. إذن فهم السنن، ما زلنا في هذا الموضوع، يثبت الأمم. بقول ولم يلقى موضوع السنن من العناية بمقدار أهمية الموضوع وبمقدار الحاجة إليه، ولعل من أول من لفت الأنظار إليه إلى هذا الموضوع سيد قطب. أنتم يا عمي فيش أنتم ونحن وهم، سيد في الظلال يتكلم عن السنن، والكتاب بدأ من قبل 65 وهو يلفت إلى موضوع السنن. ثم مدرسة جودة سعيد بعد الظلال، وقد عرفت جودة سعيد جيدا إلى حد، وتعلمنا منه ومن محاضراته ومن كتبه، وهو كاتب أروع منه محاضرا، يعني محاضر جيد، كاتب أجود، على أنه رائع في الحالة، يعني فهمه ويدي
كاتب أفضل منه محاضر. هذه مواهب سبحان ربي. كاتب من أروع ما تقرأ، محاضر عادي. ومن فضل الله أني كنت ألفت نظر طلابي إلى موضوع السنن منذ أكثر من 40 سنة، وأرشدهم إلى الكتب المتحدثة عنه، والقرآن أول من لفتنا بالطبع إلى هذا الموضوع. ففي التعليق على غزوة أحد قال: يريد أن يمسح جراح وآلام المؤمنين والمسلمين والذين أصيبوا هذا المصاب الجلل، 70 من الشهداء و70 من الجرحى. فقال لهم: قد خلت من قبلكم سنن، قرآنكم جواهر والله. إذن قرآنكم مبتدأ خبر، قرآنكم هذا تحضيض، لا إله إلا الله، إنهم يقولون تحريض. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هؤلاء قريش والأحباش، إيش هذا؟ أحابيش معهم، مجندين مرتزقة. الخلاصة يعني من قتل حمزة وحشي حبشي جعل عتقه من الرق مرتبط بقتله لحمزة، إذن مجندين مرتزقة. المهم وكرر مرارا القرآن يعني لفظ السنة، وأنها لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. التبديل طريق بديل ما فيش، التحويل تحويلة ثم تعود إلى الطريق، إذن لا تحويل ولا تبديل. وكثير من السنن والقوانين بيّنت دون ذكر لفظ السنن من مثل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين، والأمثلة كثيرة. واليوم ما أحوجنا إلى فهم السنن وتفعيل هذا الفهم في حياتنا وإجرائه واقعا، أو إجرائه زي بعضه في ثقافتنا. ما زلنا في الموضوع. ومن جهل يعني العالم العربي والعالم الإسلامي للأسف هذه الأيام، جهل مش عاوز أقول مطبق بموضوع السنن، بل هو كذلك، تراهم لجهلهم بهذه السنن يعبدون من يملكون القوة الباور، يعبدونهم. لا تقول يعبدونهم، ستسمع الآن رد كلامك يا من تقول تعبدون من يملكون القوة من مال وعسكر وسياسة ونفوذ وإعلام وهوليوود إلى آخره. فقد عبدت بريطانيا من دون الله لما رأوها قوية فقتلوا المسلمين طاعة لها، والطاعة عبادة. ألا ترى إلى الحديث النبي الكريم بيقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيهودي أو نصراني بقول له: يا رسول الله، يا محمد، أيا كان صلى الله عليه وسلم، إنما عبدناهم. قال: أليس قد أحلوا لهم أنهم ما عبدون، أو إنما عبدناهم؟ قال: أليس قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال؟ قال: أما هذه فبلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. يعني الله بقول لك لا تفعل، ومخلوق يقول لك افعل، فأطعت المخلوق إذن أنت عبدته دون المعبود الحقيقي الله. ذكرها مليون مرة، التوحيد أهم شيء، اللهم ألزمنا التوحيد الحقيقي للمدعى. صلى الله على نبينا وسلم. واليوم تعبد أمريكا من دون الله بتنفيذ أوامرها وصفقات قرنها على حساب المسلمين ومقدساتهم وحقوقهم. ولو تمسكوا بدينهم وصبروا حتى يأتي الله بأمره لكان للدنيا بأجمعها شأن آخر ووضع آخر، ولكنهم استعجلوا وقصرت أنظارهم عن رؤية الغد ورؤية العاقبة، فوقعوا في عبادة
من كان حقهم أن يقاوموه ويقاوموا مشروعه لا أن يعبدوه. وأمريكا صائرة إلى ما صارت إليه بريطانيا، فما الداعي لعبادتها وهي يديرها رجل بلا أخلاق؟ ذكي نعم، لكن عقل وحكمة يفتح الله، ممتلئ حماقة وغرورا وكبرا وظلما وعلوا وعتوا وشيطنة، شيطان مارد هذا. والحديث الشريف الذي تحفظونه جميعا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب. بعض الصحابة جاءوا يشكر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني حالنا لا يخفى عليك، طبعا لا يخفى على الإله العظيم، يعني ادعو لنا ربك يا رسول الله. فالنبي الكريم بنفسية المطمئن الواثق بالله ووعد الله يقول لهم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت. الآن في التخالف يا عمي فكنا من لا إله إلا الله، من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والعجلة كما يقول محمود محمد شاكر، العجلة شر خلق، وبحق ما قال. أنتقل الآن إلى الآية مباشرة، هذا كلام عن السنن موضوع قرآني، لكن أنتقل إلى آية قرآني. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، مرتبطة بالسنن، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سورة الأنفال، سورة غزوة بدر، غزوة بدر سنة 2، وسورة نزلت سنة 2 من الهجرة، يعني لسه الإسلام في أول عهده في المدينة، ونصر كاسح مؤزر، نصرا عزيزا، نصرا مبينا، وإبادة صناديد قريش 70 كلهم صنديد، الله تعالى جندلهم ثم رموا في القليب كالجيف. واذكروا إذ أنتم، مش كنتم، إذ أنتم عشان تستحضر الصورة، مش خبر ماضي، لا، قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكر الآية المسلمين بماضيهم وتقارنه بحاضرهم للعبرة والتذكرة ودرس للأجيال، لكل من قرأ القرآن وتدبر القرآن. والأمة اليوم في أشد الأحوال ظلما وظلاما، وسيصبح هذا الواقع وراء المسلمين، هذا الواقع اللي احنا مغموسين فيه الآن في العالم العربي والإسلامي برمتهما، واقع بئيس نكد ضنك ضيق، لكن هذا كله حيصبح ذكريات. فاكر عثمان على إخواننا في السودان؟ قال ايوه فاكر، واحنا حنصبح هذا ذكريات. يبقى نفكر بعضينا، فاكر لما ما فاكر ما دي تتنسي، ما تتنسيش عويس، فاكر فاكر. سيصبح هذا الواقع وراء المسلمين بإذن الله. ولقد كانوا قاب قوسين من ذلك لولا متى هذا يا شيخ؟ 2011، لولا تآمر الدنيا كلها عليهم وعلى إرادتهم في التغيير، العالم كله تمالأ، قال لك شفتوا الثورات خربت العالم العربي، يخرب بيتكم، خرب العالم العربي تآمركم أنتم أمريكا وأوروبا والشياطين والجن، دفعتم مليارات في سبيل أن يقضى على الثورات، لا بارك الله لكم في الثروات، ما احناش مستفيدين منها، راحت كلها للخونة والمنافقين والأمريكان. ادفع ادفع بالتي ادفع ادفع. الثورات العربية خربت العالم العربي، بالله قال والله والله ما خربوا إلا أنتوا، العالم العربي كانت الثورات حتنهض به، سنة مرسي قعد. مصر معنويا نفسيا شعرت أنه مصر على الطريق، لكن الآن مصر مثل الغريق أو من هو في الحريق،
بيقول يا فريق مشير ترقى من فريق مهم بسرعة البرق، ترقى تك 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 تك. الله، نرجع لموضوعنا. لقد أصبحت مرحلة الاستضعاف جزءا من الماضي، يذكر به القرآن لتذكر نعمة الله وفضل الله على هذه الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام عليهم الرضوان. أصبح الاستضعاف وراء ظهورنا وجزءا من الماضي، وصرنا نستقبل صناعة المجد والعزة والنصر والفتوح والظفر وانتشار الدين وانتصار أهل الدين. وقوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس تصوير لمدى الضعف الذي كان فيه المؤمنون. يتخطفكم، تخافون أن يتخطفكم، يعني كانهم عصافير لسه في العش، أي إيد بالطول قادر يطيل، ولا أم دافع عنه بمنقارها، ما فيش يعني إلا لطف الله عز وجل سبحانك. كل هذا أصبح مثل ما قلنا مدى الضعف اللي كان فيه المؤمنون، يعني قوله يتخطفكم الناس مطلقة مفتوحة، أي أي ناس، مش ناس مكة وبس، أي ناس مهما كانوا عربا أو عجما أو من أي قبيل أو فصيل. هذه الآية اللي قلناها الآن هي الآية 26 من سورة الأنفال، سورة غزوة بدر، مثل ما قلنا اللي هي شهدت أول مواجهة بين المسلمين والكافرين، وخرج منها المسلمون منتصرين ظافرين مرفوعي الرأس، وهابتهم القبائل وبدأت تدخل في دين الله شوية شوية، من هنا شوية من هنا، المسلمون عزوا في المدينة وأصبح لهم ظهر وظهير. مرحلة الاستضعاف وإن كانت بغيضة لا يحبها الناس، لكنها مظهرة معادن الرجال ومصهر صياغتهم وصناعتهم وتصليب عودهم. أما رأيت إلى الفولاذ، فولاذ حديد، بيدخلوه في النار ثم بيغمسوه في الماء ثم في النار ثم في الماء، فبيأخذ قوة غير قوة الحديد التي كانت له أولا. مرحلة الاستضعاف لا يصمد فيها إلا نخبة الرجال، الرجال الرجال والمؤمنات الصادقات الإيمان، وتظهر كذلك وتظهر كذلك كم الكفر قبيح بشع مشوه ممسوخ عديم الإنسانية. يعني اللي بيقف الآن إلى جانب إسرائيل، لك إسرائيل هي الشيطان، من يقف معها ووراءها ودزها كده بالمدد إعلاميا نفسيا شيطان آخر، وممسوخ عديم الإنسانية وعديم الشعور والعقل والقلب، وتظهر متى حاجة المجتمعات إلى التغيير والتنظيف والتطهير. وكذلك لئلا يكون للناس على الله حجة، فقد أمهلهم الله سبحانه، أمهل الكافرين يعني، حتى لا يبقى لهم حجة ولا عذر. يا ربي لو أديتنا فرصة، لو أنت الصبور، لو صبرت علينا كنا آمنا. لا عذرا ولا ردا إذا أدخلهم النار وخلدهم فيها. فقد عذبتم المؤمنين وهم على الحق، وأنا أدخلكم النار وأنتم على الباطل. إذن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. بالمناسبة يعني بعض اللفتات من سورة الأنفال، ونعود إن شاء الله في حلقة قادمة إلى هذه الآية. أولئك هم المؤمنون حقا، أول السورة الآية 4 والآية 74، وختام الآيتين نفس الختام أو الختام نفسه، لهم مغفرة ورزق كريم. 4 نفس الختام، 74 نفس الختام، بس مواصفات أول السورة صلاة وتلاوة قرآن وزيادة إيمان، ما ذكرش الجهاد. أولئك هم المؤمنون حق أول السورة، لكن بعد أن فرض القتال والجهاد والمواجهات أصبحت المواصفات مختلفة أشد شوية. ولذلك مولانا قال وجاهدوا، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا.
حقا لهم مغفرة ورزق كريم في الآيتين. في الآية 11 11 آية في السورة مفتتحة بالظرف إذ وإذ إذ وإذ، كدأب آل فرعون تكررت مرتين ولم تذكر في القرآن سوى في سورة آل عمران، وهذه السورة تلك سورة أحد وهذه سورة بدر. في السورة 4 نداءات للذين آمنوا و3 نداءات لنبيهم صلى الله عليه وسلم. من آيات السورة طبعا وأعدوا، نكتفي بهذا القدر بل الوقت أدركنا، ومع الوصل الثاني هنتكلم عن كتاب نرشحه للقراءة، وبعده أتكلم عن محاربة التدخين والمخدرات. كونوا معنا في الوصلة الثانية. أخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم. منذ فترة لم نرشح كتابا للقراءة، الكتاب خير صديق وخير جليس وخير معلم. بدنا نعود للكتاب، سيبك من التكنولوجيا هذه وسيبك من وسائل التواصل، مسجز قتلت الوقت والجهد والطاقة، هي وسائل تواصل اجتماعي الحقيقة، وسائل تقاطع اجتماعي مش تواصل، وهذا تليفون جاسوس للعلم يعني. فما تفرحوش كثيرا بصوركم، مش عارف هذا مش موضوعنا هذا، الله يصلح الحال. الكتاب الذي أرشحه للقراءة كتاب العلامة محمود محمد شاكر، شقيق العلامة الآخر أحمد محمد شاكر، واثنين أولاد العلامة محمد شاكر، ثلاثة محققون من أرفع طراز ومتضلعون من العلوم ومن العربية على أرقى مستوى. الكتاب هو الحقيقة له مجموعة كتب، المتنبي يمكن كتاب 700 صفحة، ليس هذا الذي أرشحه فيه مرة ثانية، لكن الذي أرشحه اليوم ليس المتنبي على فخامة الكتاب ودسامة الكتاب ولا القوس العذراء، إيش هذا كتاب، إنما الذي أرشحه اليوم كتاب أباطيل وأسمار. الكلمة من ديوان المتنبي، هذه الكلمة أباطيل وأسمار شطرة أخيرة من بيت شعر قاله المتنبي، جعله عنوانا لكتابه لأنه قسم كبير من الكتاب كلام عن المعري، وحنقول لك إيش الموضوع. الكتاب مقالات، ماله شأن كتاب صديقنا الأستاذ إبراهيم العجلوني. أنت فكرك أن المقالات بتقلل من قيمة الكتاب، تحلم. أستاذ العجلوني كل مقال صفحة وربع، أحيانا يكون تلخيص مجلد 400 أو 500 صفحة، قرأها هضمها ثم اختزلها وأعطاك العصارة، يعني كوم قصب 4-5 عيدان أعطاك كباية صافية حلوة رايقة، ولا تقعد تمضغ أسنانك ولا غيره، تشرب ثواني، انعصرت من بدها 10 دقائق ما عرفش، المهم مش شغلي هذا، احنا في القصب الحين. المهم فالكتاب أباطيل وأسمار من أجمل، وبقول لك ليش أنا رشحت الكتاب للقراءة. الحقيقة أنا يعني واضع على الطاولة بقرأ فيه، أستمتع باللغة وبالفكر، وأقرأ التاريخ من خلال الكتاب، أقصد تاريخ الصراع الثقافي والفكري والحضاري اللي كان دائر وما زال في المجتمع العربي حتى الآن. الكتاب مقالات، هذا لا يضيره ولا ينقص من قدره وقيمته ولا يعيبه ولا يشينه، فهمنا؟
طيب انت الله زعلان ليه؟ اخ، ولا تظنن ان كلمه مقالات منقصه في الكتاب ومنقصه من شان الكتاب، لا دي ولا دي، بل على العكس، المقاله بحث متكامل وموضوع مركز مكثف، كونسنتريت، مركزات، كأنه بحد ذاته كتاب لو جئت تفصله وتنشره وتشرحه وتوضحه إلى آخره. وقد كتبت مقالات الأستاذ محمود شاكر ونشرت في مجلة الرسالة إخواني، اللي نهض باللغة والثقافة كتاب عباقرة مثل علي الطنطاوي الله يرحمه، هذا أهرام، هرم خوفو، هرم ضخم من اللغة والعلم والأدب والدين والثقافة والتاريخ، ذاكرة هنا قاصة حديدية الله يرحمه، كم كنا نأنس بمجالسته رحم الله الأيام وهو يتدفق مثل شلال. أما الشام فعشق عنده، عشق للشام، حافظة طريق طريق، قري قري، شارعا شارعا، بلدا بلدا، زقاقا زقاقا. والتاريخ هو موسوع التاريخ، سبحان من أعطى. إذن هؤلاء لا يتكررون يا أبوي، يمكن كل 100 سنة بطلع واحد من هالأوزان. مجلة الرسالة أحمد حسن الزيات هو كان صاحبها ورئيس تحريرها ومشرف عليها إلى آخره، في الأدب قمة، لنا عليه ملاحظات ما بتعيب كفاءة الرجل. يعني أحيانا واحد ماخذ موقع ولكنه مضروب، مضروب أيوة، يعني عميل ب 13، عميل الأدب، عميد إيه حجي، ماشي ماشي، عميد الأدب العربي. والله لولا العمالة ساد الناس كلهم، أمو اللي رفعوا ارتباطاته مش كفاءاته، أوزن منه 100 مرة العقاد، ما أحب أذكر العقاد. نعود لموضوعنا، إحنا ليش بنشتت الناس؟ نشرت في منذ سنة 1384 1964 أظن، استمرت سنتين ثلاثة المقالات تنشر تباعا كل أسبوع. وأصل الكتاب بدأ، يعني طلبت منه المجلة أو هو اقترح على المجلة سيان ردود على لويس عوض، بسميه الأستاذ محمود شاكر أجاكس عوض، أجاكس المهم بسميه، لأنه هو بشبه نفسه بأجاكس كما في أساطير اليونان، مش موضوعنا الآن. خريج مدرسة الاستشراق وجامعة كامبريدج، وقد نشر كتابا بدأه أيضا مقالات، اللي هو مستر لويس في الأهرام، كان مستشار سخافي، ثقافي يا شيخ، ما أنا بحكي مدني، سخافي مستشار السخافي، مستشار ثقافي، عموه ما رفعه إلا صلاته، هذا معبي مركز نخله الأستاذ محمود شاكر تنخيلا وفنده تفنيدا، شارح بعض الكلمات شرحا ما له علاقة بنوب، أرى إخواننا السوريين ما له علاقة أبد، لا من قريب ولا من بعيد، يعني كلمة الصليان نوع من النبات، أو قال وكانت البلد فيها الصلبان، صلبان. الصلبان في راسك مستر لويس. على كل حال، إذا لويس عوض كتب عن المعري أنه كان متأثر بالفكر المسيحي، وكان ملحد ولا إيه. فمحمود شاكر الله يرحمهم يعني من أشد المدافعين عن المعري، وأنه لم يكن كذلك، يعني أبوه عالم وأمه عالمة وتربى في بيت علم، إنما زعم أنه كان ملحدا
بسوء فهم بعض الأبيات. على كل حال مش موضوعي هذا. إذن الكتاب أصل مقالات، وكتاب عن المتنبي برضو يعني عظيم جدا الحقيقة. يعني هذا الرجل والذي أثنى على كتابه المتنبي كل من قرأه من الرافعي إلى العقاد إلى كلهم أثنوا على كتابه. خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو أباطيل وأسمار. إذن مغالطات لويس عوض جعلت محمود شاكر الله يرحمه يرد عليه الرد المفحم المسكت الملائم، وانبرى الشيوعيون والعلمانيون إلى آخره. إن تحولت النقد العلمي والأدبي إلى تجريح شخصي فهو فند ما الشخصي وما الموضوعي والعلمي. تجليات، والله تجليات. أنا أقرأ وأنا من فضلك أني أحلق والله. وكان سجال بين فكرين، مادي ماركسي علماني استشراقي من جهة، وفكر ملتزم بالحق والإسلام من جهة أخرى. وكان من ثمرة هذا السجال هذا الكتاب السفر أباطيل وأسمار، وهي كلمة مثل ما قلنا لأبي العلاء المعري. وإنما اخترت هذا الكتاب أولا لجزالة اللغة، كل صفحة مفردات لم تسمع بها من قبل بيشرحها بين قوسين، لأنه نحن بيننا وبين اللغة العربية غربة غربة وكربة والله. عسى أن تكون قربة إن شاء الله، نسيب الغربة والكربة ونرجع إلى القربة للغتنا. لغتنا جسر العبور إلى القرآن. اللي جهلونا باللغة مش مهابيل، لا، في تخطيط يا حجي. مسخت في العالم العربي كله مناهج اللغة العربية، ناس بتشتغل مش نايمة، ومعلمين برا بيخططوا براقبوا. قلت لك سعد الدين إبراهيم درس مناهج السعودية منذ والله ما أدري 30-40 سنة أقل، مهم، وقدمها ب800 صفحة. دي تتشال ودي فيها تطرف ودي إيه وإيه، مع فريق عمل طبعا. وفاكر لما تحاكم سعد الدين إبراهيم في مصر أنه مخابرات أمريكية، طب الكل عارف أنه مخابرات أمريكية، هو صديق المبارك وأستاذ سوزان في جامعة القاهرة علم علم الاجتماع، وصديق العائلة يعني متداخلين عائليا مبارك وسعد الدين إبراهيم. لكن لما رفع تقرير للسي اي اي قال لهم أنا موظف سي اي اي، يعني أنا بدي أحكي اللي كلفوني به، انتخابات مصر مش حقيقية. يلا سعد يلا، انتخاباتنا إيه؟ اللي موديه للتقرير يعني عرفنا أخباره، حاكموه 7 سنوات. اتصلت أمريكا قالت لهم عمو نو كورن، قمح ما فيه حتى يفرج عن سعد الدين إبراهيم، فأعادوا المحاكمة. فالقاضي نظر في القضية، انتهينا ليه يا ابني؟ أنت براءة. وبراءة الأطفال فيه. مع السلامة، باي باي سعد الدين، لأنه وراء قوة كبرى. لكن من يتكلم عن مرسي؟ من؟ لا أحد إلا الأحد سبحانه. ومولانا سيبهم كأنه بيعتقد أنه ما في إله، بتحلم. في إله قدير مدبر قوي، إذا أخذه شديد وعذابه أليم. ومتى هذا؟ هذا شغله، ترتيبه. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ولوش مهلهم على طول؟ هذا عقلك أنت، حكمة الحكيم يمد الحبل. بصرش يعني أخذوا خلود في جهنم دون ما أعطيه فرصة. شفت يا أبويا، والمؤمن تعوز خلود في الجنات على إيه؟ على يعني مع التقدير، ركعتين الصلاة، خمس دقائق، كل صلاة 25 دقيقة في اليوم، خلود في الجنات بتطح إيه؟ وهذا بده يتطاول إلى أن أقصم ظهره. شوف، من آمن بحكمة الحكيم وعظمة هذا الإله العظيم فهم كيف تشتغل النواميس، ومن طنش عاد هذا تطنيشه على نفسه. إذن اخترت الكتاب
للغة الراقية السامية مفردات تتعلمها وتسمعها وتقرأها وتراها للوهلة وللمرة الأولى كأنك هذا عربي. طبعا إحنا اللي مش عرب. ولأنه يصور يعني ثانيا ولأنه يصور المعركة الفكرية في مرحلة حساسة من عمر الأمة في القرن العشرين وبخاصة من أواسطه إلى سبعينياته، أي على مدى حوالي ثلث قرن المعركة الفكرية، ويكشف ألعاب الاستعمار والتبشير والاستشراق، هذا الثالوث الدنس الخطر جدا، هذا الثالوث اللي شكل ثقافة الأجيال وعقلية الأجيال ونخبة المثقفين خريجين هذا الثالوث، وكشف خطر تلاميذه من أمثال لويس عوض الذي أخذ من الكتاب أباطيل وأسمار حظا وافرا مسحه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني صارت مقالة العلامة محمود شاكر يعني معرية لهؤلاء الأدعياء جميعا، وسلامة موسى، هذا سلامة موسى أستاذ المدرسة اللي بسموها مدرسة السلامسة، حلوتك دي ايه دي، يعني تلاميذ طه مثلا، تلاميذ سلامة موسى، هذا رأس في الإجرام والكفر والعمالة. لويس عوض تلميذه، أخوه عوض، وبينهم ردح يعني بين الإخوة، قال أخوي ما عينيش حسدا في الأهرام، خايف إني أنافسه ولا إيه، اسمه إيه عوض، مش إيميل عوض، ناسي والله، لويس عوض مشهور، رمسيس عوض أو جاء على الذاكرة التعبانة، رمسيس عوض، والله والنعم تشرفنا، هلا هلا ميت هلا لا والله ولا هلا. محاربة التدخين، كنت بدأت قبل سنتين أو أكثر حملة على صفحتي في فيسبوك لمقاطعة أو محاربة التدخين، وذكرت نقلا عن إحصائيات منظمة الصحة العالمية أخطار وأضرار التدخين، وإنما جدد الحديث في الموضوع ما نشرته السبيل وغيرها. أما السبيل فنشرته على الصفحة الأولى بعنوان 7000، احفظ الرقم 7000، أيوة دينار، لك دينار إيش، 7000 مركب كيميائي يدخل في صناعة السيجارة، معظمها مركبات سامة. اسمع يا مدخن، 7000 كيف نقول أنا كده وكده، 7000 مادة كيميائية جلها معظمها سامة تدخل في صناعة السيجارة. ومن المعلومات المنشورة التالي: آفة التدخين تتسبب بوفاة 60 شخصا حول العالم كل 5 دقائق. Every 5 minutes، يعني من أول ما بدينا الحلقة إلى الآن مثلا 30 دقيقة أضرب ب60، 1800 شخص حول العالم ماتوا من بدء الحلقة إلى الآن من التدخين. كيف السيجارة؟ والله يا عمي كيف مزاج، أنا لما أدخن السيجارة معتدل مخي قول أنا أشرب سموم، أدفع قوت أولادي لأسمم بدني وأضعف قواي، كم تدفع الدولة على علاج المدخنين؟ قال على حسابهم، وفي النهاية ما احنا كلنا للدولة. المهم كم؟ ملايين والله يا ابويا ملايين، هنتكلم عن هذا بعدين، خليها السهلة. يعني في الساعة 320 شخصا وفي اليوم 7680، كل يوم يموتون من التشيجارة على العراقيين، 7680 every day. بدك تأخذ النتيجة عن سنة اضرب انت لوحدك على الكالكوليتر وعلى القلم والورق، انت حر. والخبر أصله ندوة في جامعة اليرموك كلية الطب تحت شعار دعنا نساعدك كي تترك التدخين، وقيل في الندوة إنه خلال 20 سنة الماضية زادت نسبة انتشار التدخين في دول قارتي آسيا وأفريقيا
دول الفقر والتخلف لنزداد فقرا وانحطاطا ورداءة وتخلفا زادت. هي المصنفة ضمن دول العالم الثالث والثلاثين. الثالث يا شيخ 30 من عندي تبرع، يعني هسه أمريكا وأوروبا وإحنا ثالثا، إحنا 33 يعني زادت. خربطنا؟ لا ما خربطكش، زادت 57% بس فيما تمكنت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من تخفيض النسبة لديها بمقدار 20%. الولايات المتحدة تراجع التدخين 20%. yeah. وعندنا في العالم الثالث يا شيخ يا أهبل، يا سيدي في العالم الثالث والثلاثين ثالث يا شيخ يا سيدي زادت النسبة 57، لأنه شركات التدخين بعد ما منع اللافتات والإعلانات والقرمات على الطرق وعلى التلفزيونات وغيره قالوا إذا أطلقوا يدنا في العالم الثالث يا شيخ، مش حقول الثالث، فأطلقوا يدهم. أمريكا تملك العالم يا أبويا، يعني الصين تتودي قمر صناعي على القمر، قال له عمو تنزلش على البقعة المضيئة، يعني كأنه أمريكا تملك القمر، انزل على البقعة العتمة. فأمريكا أجبرت الصين تنزل في المنطقة المظلمة مش المواجهة للشمس. تعرف القمر بدور حول الأرض وحول الشمس، في هذه الدورة دائما بيظهرنا وجه واحد، الوجه الثاني لم يكتشفه البشر لأنه دائما ظلام. المهم مش موضوعنا هذا، احنا موضوعنا التدخين. وبين مركز السرطان أضرار التدخين على صحة الفم والأسنان واللثة واللسان، وسرطان اللسان يعد جزءا من حوالي 16 نوع من أنواع السرطان. سرطان اللسان رب يسلم، غير سرطان الحنجرة. أعرف واحد مدخن والله مات من سرطان الحنجرة، كان حروق. المهم إضافة لعلاقة التدخين بالأمراض المزمنة، وبينت الندوة في جامعة اليرموك الأضرار الكبيرة لآفة التدخين وعلاقتها المباشرة بتردي الوضع الصحي والبيئي لأي مجتمع. نواصل مع محاربة التدخين. هذا ولم تتكلم عن الأضرار الاقتصادية وهي مزدوجة. فأولا ثمن السجائر، ولو افترضنا أن في الأردن 3 ملايين مدخن، لا يا شيخ كثير، لا عمو الثلث، يعني الثلث بدخن 3 ملايين يدخن، يدخنون في اليوم 4 إلى 5 ملايين علبة، علبة دخان، فتكلفتها تبلغ حوالي 7 ملايين دينار every day كل يوم، لأنه أظن باكيت دخان بعرفش الله لا يعرفني ولا يعرفك دينار ونص، والله ما أدري دينارين بعرفش بديش أعرف. فالتكلفة الشهرية 210 ملايين دينار، فالتكلفة السنوية حوالي 2 ملياري دينار، يعني 3 بليون من جيبة المواطن، والخزنة ما هي دافعة شيء. مش ثروة المواطن في النهاية ثروة للبلد يا أخ العرب؟ كيف بنفكر؟ مش فاهم. ونحن بلد فقير، بل فقير جدا في الآونة الأخيرة، ولم نتكلم عن التكلفة الصحية للتدخين، فكم يدخل المستشفيات من مرضى السرطان بسبب التدخين، وكم يتكلف العلاج، كلهم بياخذوا إعفاءات. يعني أنت ضد لك يا أخي؟ لا، سوى الأمراض الصدرية الأخرى. وكم تتكلف إكسسوارات التدخين؟ وش هذه ما فهمناهاش؟ إكسسوارات بدنا متكات سجاير، وحين متكات غالية بحطوهم متكات ومشيلين، لا ما منفضة كريستال، هلا 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 والله وميت هلا إيه. وشي بحط اسطول، وشي بيجيب الهرمل، وحكاية يعني لها إكسسوارات خاصة. قلت لك لنا صديق والله دائما سجاير ملدعة مع محروقة، بقول لك ليش هيك سجاير؟ مش سجايرك، ستايرك. قال لي أخويا مدخن، أصحابنا الاثنين والله، ودائما بقعد على هالكرسي بشي بشي حيده لورا، بتكون السيجارة في لما تشم ريحة الدخان بنتبه لك. جددت مرة ثم قلت مش راح أجددها، لأنه هيقعد نفس الكرسي ويحرق نفسه، خليها زي ما هي لما ينيلها خالص.
آخ، وأدوات الإشعال قداحات وغير قداحات، رنسون وغير رنسون، قداحات ذهب يا أبويا. إذن كم يتكلف هذا على البلد، على الوطن، على الشعب، على الأمة، على الناس، ما تعدش، بعضها مذهب. وكم تتكلف من حرائق بسبب الشجاير، رمى السيجارة عشب ولع العشب امتد إلى غابة، راحت الغابة من شجارة، سيجارة عمو قد تحرق بيدر، قد تحرق سهل قمح، والله منطقة الجامعة الآن كلها صارت راحة. كان في سهل جنب الإشارات المرور، جنب وين مركز الدفاع، هذا كان كله سهل قمح يا أبويا. كل سنة ينحرق واحد برمي له سيجارة، كل سنة ينحرق. اللي فاكر منكم هذا الكلام فاكره، مش فاكره مش فاكره. أوقات كم يضيع من أوقات، لسه السجائر وعمال النظافة في المطارات، إلا قول لي منظفو المطارات شو بيشتغلوا؟ بلموا سجائر بس، لما بدعز على السيجارة برجو بفركها بيجي المقام، كان السجائر كله حجية غيره ما في، يعني حد بيرمي سندويش على الأرض؟ لا، بيرمي سيجارة. أزعم أن جل عملهم تنظيف آثار التدخين من أعقاب سجائر أو عيدان ثقاب أو علب فارغة، وكم يضيع أوقات في التدخين. أنا أعرف واحد كان والله أحيانا يدخن السيجارة ويولع الثاني، ناسي أنه الثاني مولعة. خليها على الله يا أبويا. أوقات تضيع بسبب التلال، وأحيانا أوقات بسبب المرض. وقل لي بالله ما موقف موظف بثلاثمائة دينار من التدخين، كم يستهلك التدخين من راتبه وكم يبقى لأسرته. إذن الموضوع متصل، نكمله في الوصلة الثالثة أو نأخره؟ لا، نكمله في الوصلة الثالثة. كونوا معنا بعد فاصل قصير يسير. مشاهدينا، أخواتنا، مشاهداتنا، حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. عندي مليون قضية وانشغلتونا بالتدخين، الله يصلح الحال، خلينا نخلص منه بالمرة عشان ما نرجعلوش آفة التدخين. بقي أن نبين البعد الديني في المسألة، وهل يستطيع مفتن بعد بيان هذه الأضرار أن يقول بحل التدخين؟ وهل جسمي وصحتي ملكي أنا أم إني مؤتمن عليها، لا يجوز إتلافها والإضرار بها، هذا ملك الله عز وجل، لا تملك أنت، أنا حر، لا، ده أمانة عندك. فالتدخين نوع أو باب من أبواب الانتحار، والانتحار محرم قطعا، والانتحار البطيء محرم بالتأكيد. فأنت أخي المدخن تستهلك دخلك وأولادك أحق به، وتستهلك وقتك وعافيتك وأنت أحق بها، وتعصي مولاك وخالقك. لا تقول تعصي، أش بدي أقولك، يقوم الليل وده يدخن؟ لا، مش مجاملات أخي. والطاعة أولى بك وتنفع عدوك، التدخين كله أمريكا، فيليب موريس أند كومبانيز، وتدعم اقتصاده ويدعم إسرائيل، عدوك الديني والسياسي إسرائيل، والعسكري والاقتصادي والأمني والمائي والثقافي والحضاري والماضي والحاضر والمستقبل، فأين عقلك؟ أنت بتدعم أمريكا، أمريكا بتدعم إسرائيل، إذن أنت indirectly تدعم إسرائيل. إلا ثم إنك إرادة، أنت من؟ أنت إرادة، الإنسان إرادة، الأمم إرادة، إذا الشعب يوما أراد. تيجي السيجارة تعملها كيف؟ تكسر إرادتك، تكسر إرادتك. ليه أخلي سيجارة سموم 7000 عنصر سام
يكسر إرادتي ليه؟ أدفع فلوسي وأخسر إرادتي لصالح من؟ قال يا شيخ والله يا ابن استمخ استمخ سامحني، لو في مخ ما بستمخ على السيجار اللي كلها سموم، سامحني. كلام دفش يا سيدي، تحملنا. نتدافش من أجل أن ننفرك من السيجارة، مش لأنه احنا فاضين، لا والله، لكن نحن يعني حريصين عليك. يشهد الله، أخي المدخن أنت ابننا، أنت أخونا، أنت صديقنا، أنت جارنا، أنت قريبنا، أنت ابن الوطن يا أبوي، أنت ابن هذا الدين، ابن هذه الأمة. حرام أن تهلك مالك ووقتك وصحتك للشيطان وتأثم. يا الله يا الله، التدخين اعتقال لإرادتك، وهي أغلى ما فيك، أعلى ما وأغلى ما فيك الإرادة، فكيف تقبل أن ترتهن إرادتك لما يمرضك ويدمر صحتك ويستنفد نقودك؟ وهل تقبل أخي المدخن أن ترى ابنك يدخن؟ والله يا أحباب، أعرف أم كانت تحمل ابنها سنتين أو ثلاثة، والله هي كمان مرة طفل يحمل، شو تكون عمره سنتين أو ثلاثة، تشتري له سيجارة، وهو أي والله مرة عاشرة سيجارة، أيوة يا الله، بيدخنوا حواليه، بيدخن هو طفل، بصمس القلم وبقعد يمصمص، بيقلد أبوه ولا يرمى القلم. ما دمت لا ترضاه لابنك، إذا هو خبيث واقع في جنابك ليه؟ قال يا شيخ ما هو اللي شبكنا خلصنا. انت شبكت حالك، خلص حالك. قال لي شبكنا خلصنا، منو شبكك؟ وقعك في الشبكة منو؟ خلص نفسك أنت بإرادتك، ادعس على بكية الدخان. والله لنا صديق الله يرحمه أبو أحمد، من هذا يا عمي؟ عدي، لا إله إلا الله، كان مدخنا أسنانه طبعا صفراء على سواد. قلنا له يا أبو أحمد أنت دين ما بيليق بيك، مسك البكيت ودعس عليه، قال والله لن أعود، وما عاد الله يرحمه. أي مات، كلنا هنموت طبعا، لكن فرق بين ما أموت وأنا من مستشفى لمستشفى، من مستشفى لمستشفى، ويشيلوني مرة سرطان ومرة عفريت، وبين ما أموت يعني بعافيتي، وبين ما أوفر فلوسي لأولادي. وإحنا بنقول إحنا بلد فقير ولا لا؟ إحنا بنكون غني من وراء ظهورنا، والله ما إحنا عارفين. إذن هل تقبل أن ترى ابنك يدخن؟ لا. إذن التدخين، التدخين شيء غلط، وإن قبلت أن يدخن، إن قبلت فقد هبلت. وشنو اللي سمعته؟ إن قبلت ابنك يدخن فقد هبلت. أهبل من يقبل أن يرى ابنه بدخن، أهبل. وإن لم تقبل فقد عقلت نصف عقل، بقي أن تمنع منه نفسك عشان يكمل عقلك. بقي أن نبين مثل ما قلنا بعد البعد الديني، الآن مسائل أوسع شوية من البيئة المحلية. أقول الإنسان الآن عرضة للاستلاب، استلاب وعيه، واستلاب إرادته، واستلاب أخلاقه، واستلاب لبه، واستلاب ما في جيبه. فالإعلانات وما فيها من بعد نفسي سايكولوجي، فربط السيجارة بنجوم هوليوود. مثلا ماربورو سيتي أو ماربورو كونتري ورعاة البقر والألوان البراقة، قال بطول عود من النار ولا نجوم السينما، قال والأفلام المصرية أتحدى إذا فيلم مش كله دخان وخمر ورقص، أتحدى لك والله مخطط، عاوزين يدمرونا يا ناس، بعدين معكم. أمو نحن في مؤامرة ملء الكون، سيجارة ونسوان ورجال قاعد دخنوا. سيجارة ولا سيجارة، قداحة، وحيانا طلعها من هنا، حيطلعها من ودنه تطلع خلاص. في وسائل الإعلام العملاقة كل هذا يوحي بالتقليد، خلي الولد يروح على السينما وشاف أبطال السيمة
بيحاول يقلدهم. ولاحظ أفلام السينما المصرية مثل ما قلنا فترة الخمسينيات والستينيات كلها تدخين وخمر ورقص، وكان المجتمع المصري منخلع عن الدين والقيم والأخلاق وكل الشيم. كل هذه العوامل لعبت دورا في رواج التدخين، وإذا وقع الفتى في عادة التدخين علق في المصيدة وهاتي عالج ولا تحين مناص. وإذا اتسع الخرق على الراتق أو على الراقع قد ينتقل للحشيش. يعني ما حد بده يدخن حشيش at first، أولا لا، بيبدأ بالشيجارة بعدين منتقل من الشيجارة إلى الحشيش، من الحشيش للمخدرات. يا شيخ أنت سرحت بعيد. أنا بحذر يا أبويا، لا سرحت بعيد ولا غيره، والله هذا الواقع، والله هذا الواقع. وتلك الطامة إذا أولادنا راحوا على المخدرات أكلنا هوا. ولما تكشفت الأضرار دفعت شركة فيليب موريس بعد أن رفعت عليها قضايا في أمريكا في المحاكم، دفعت مبلغ توقع كم للحكومة الأمريكية لوزارة الصحة، صحة صحتين، المهم دفعت كم إلا أقول لي 300 مليار دولار. قالت لأمريكا أمو government أي 300 مليار دولار حلوا عني، ما حد يقاضيني بعد الآن، بتعالجوهم في مستشفيات الحكومة. أوه ياس 300 مليار بتشغلهم أمريكا، 300 مليار. إذن كم أرباح الشركة؟ إذن كم رأس مال الشركة؟ والأسيتس اللي في الشركة كم؟ تريليونز من وراء تدخينك. حتى لا يقاضيها أحد واستراحت من أعناء التعويضات. هذا المبلغ جزء يسير مما تجنيه من هذه التجارة الحرام، فهل نستمر في الغفلة؟ آفة المخدرات، الحديث موصول بالتدخين، وقد يقال لما جمعت بينهما؟ وأقول لأني أرى أنهما آفة تتحد في خطرها وضررها، وإن فاق عنصر عنصرا، يعني التدخين أقل خطر من المخدرات لكنه طريق، يستحيل أن يكون متعاطي مخدرات ممرش من التدخين، يستحيل. I think so، أظن هكذا. فالجمع بينهما من حيث إهدار مال بمئات الملايين لشعب فقير. المخدرات كل يوم الصفحة الأولى، ضبط نص مليون حبة، ضبط 200 ألف، ضبط 400 ألف، ضبط مش عارف مين، حبسنا مش عارف كام سجون وطعمي وكسي وتدفئة في الشتاء وعلاج للمساجين. وخبر في الجرائد، كل الجرائد على الصفحة الأولى بعضها وبعضها الداخل. المهم بتقول الجرائد إنه برغم تشديد العقوبة، أيوة، زاد الطلب والعرض. يا الله يا الله، والجوكر ينتشر. شو هذا؟ نوع من المخدرات. والله يا إخوان أقرأ في مجلات مصر، بيقولوا القاهرة من 12 للستة منع تجول حكومة، لا 12 للستة في مجموعة مدمنين عدد ضخم طبعا مخدرات من نوع جديد نسيت اسمه والله، مسموح لك 3 شفات من السيجارة، الرابعة قتل موت، ومع الوقت يضمر وجهه ويصفر ويسود وكل حواسه تضعف من هذا النوع. وذولا لما يتعاطوا جيش الحكومة ما تقدرش عليهم، مش تقدر عليه في ربعة. ايوه على ربعه مقتدرون وعافيتكم ما شاء الله، وذولا بيعملوا منع تجول. اعلامكم اللي قال مش انا، مجلاتكم اللي بنتابعها كل اسبوع اللي نعرف. خلاص خلاص خلاص. قال وبعدين بتلقحوا بالشوارع تحت الجسور ومدري مين الى العصر، ولا ثاني يوم بصحوا مساطيل. هذا مشروع ميت، 4 أنفاس موت، شو موديك على الموت؟ طب مو شهيدا؟ قال شهيدا، أنا شهيد المخدرات. أحسنت، جهنم ترانزيت نون ستوب، بيشيلوك على شهيد المخدرات.
الحكومة الإسرائيلية من المخدرات؟ نعم. أحلف لك يمين ما بينشر المخدرات إلا هم. بيعطوا بعض العملاء، كل العملاء مهربين مخدرات بالمناسبة. خذ له 500 حبة وزعهم، خذ فلوسهم، روح تتعاطاهم، بتبيعهم، روح. وضابط المخابرات الإسرائيلي بيجيب هذا الفرد كل أسبوع، بيخليه يشرب خمر قدامه ويتعاطى المخدرات قدامه ويرتكب الفاحشة قدامه. إذن هذا مش عميل مخبر وبس، لا، مدمر، مدمر مخدرات. إخواني أزعم أنه، طب أقول لك شيء، استيقظت الدار البيضاء يوما، على إيش؟ موج البحر ألقى كميات من المخدرات. الناس تصبح على الشط، يعني خاصة بالصيف، هناك حياتهم على المهم، فوجدوا هذه، كل واحد خذ نصيبه وفل. يا الله، منو اللي ودى هذه المخدرات؟ تبرع من الدول العربية؟ لا، أحلف لك يمين إن وراها إسرائيل. ما عنديش يعني معلومات يقينية، وما حد بديك معلومة أصلا، ما بيحققوش. عالمك العربي ودن من طين ودن من عجين، بيعمل حالهم عميان لما يكون الأمر في طرف إسرائيل. إحنا لا نعرف، لا عرفكم الله، حلوا عنا. الحكومة الإسرائيلية ماله تتألف الآن من ائتلاف الأحزاب اليمينية. أمو إسرائيل ما فيها معتدلين ومتطرفين، نو، إسرائيل فيها متطرفين وأشد تطرفا. اوعى تقول لي هذا بنيامين نتنياهو يميني متطرف، بيريز محترم، الله، اي كمل، كنت بدي اقول الله يرحمه، بالله عليك اعتبروه شهيدا. شفت اللي بكى على بيريز؟ خالتك هو ولا عمتك؟ قصدي ابن خالتك ولا منو اللي بكى؟ بعرف ايش، واحد من العرب بكى على بيريز. نشخ، الله يعوضك خير ان شاء الله. طلع ابن خالتك ونحن مش دارين. اخ، عالم عربي مهلهل، بخزي. احزاب يمينيه وقد تتشكل قريبا من ائتلاف يضم اليسار والوسط واليمين، وقد ينفرد اليمين، وقد يضم مستقلين. ما تفرحش، جا اليسار جا اليمين، كله العن من بعضه. الضفه الغربيه راحت، وعم عباس عامل حاله ما عندوش خبر، كل يوم تتاكل الارض يا عباس. وانا لن اغفر لحماس، ولن نستمر في المصالحه مع حماس، وحماس حماس. طيب احكي عن المستوطنات، واستقبل الصحفي الكويتي، اهلا اهلا يا عمو، شلونك يا عمو، وكيف حالك يا عمو، ما شاء الله عنك يا عمو، الله يكثر خير، الله يكثر امثالك. يعني طربان على ايش يا عم عباس؟ طربان على ايش؟ الشعب الكويتي كله، مش جله، كله ضد التطبيع. انت مع وحدة وتخسر شعب؟ عجيب امرك. وبعدين التطبيع لصالح فلسطين يا عم عباس، ولصالح القضية والشعب والمقدسات، ام التطبيع لصالح اسرائيل ضد نقطة؟ ايش رأيك؟ كل عاقل بيقول التطبيع طرف واحد مستفيد، اسرائيل طبعا. يا ايها المطبعون، انتم لا تخدمون لا العروبة ولا فلسطين ولا القضية ولا شيء، تخدمون اسرائيل فقط. طب صحفية خرفنا جندوها ما جانا، ما انا مش شغلي. شعبها يرفضها ويلفظها وكل مستاء منها. اسأت لنا وطيت راسنا، يعني بعض الصحفيين من الكويت ومن بلدان اخرى خليجية، اسرائيل حاطاهم في قائمة اصدقاء اسرائيل. وافتخر، تفتقر الى العقل والدين والضمير والخلق والذمة والشهامة والرجولة والشرف والوطنية، تعديم. أنا مش عميل، أنت عميل وجزمة. فيا عم عباس تستقبل واحدة شعبها يلفظها يرفضها، تستقبلها يعني عم تجيب للقضية الفلسطينية الدور؟ أخ يا عم عباس، أخ،
كل الاحتمالات قائمة وحد الحكومة لا يعني شيئا، فالحياة السياسية قائمة والحياة الحزبية قائمة. العالم العربي يقول وبدنا نعمل حياة سياسية قريبا وشيكا والإصلاح السياسي قادم إن شاء الله، وذن 100 سنة إن شاء الله، 100 سنة اللي مضوا ولا 100 سنة اللي جايات؟ قال يا أهبل، 100 سنة اللي جايات طبعا، لكن متى؟ بعد 10، بعد 20، بعد 30، مهم ضمن 100 سنة، قد يكون السنة الجاي، قد يكون بعد 50 سنة، الله أعلم. إحنا والمزاج، الله خلي لي مزاجك، جيب لك أرجيل عشان تعدل مزاجك، بلكي قربت الأجل. عالم عربي، عالم. أنت في العالم العربي لا عجيب ولا غريب ولا مغريب إلا الشيطان أم الشيخ. شكرا شكرا. هناك آليات مستقرة للانتخاب الحقيقي، عندنا صناديق يا شيخ مثل العالم، نفس الصندوق عندنا، وببصمو مثل العالم كله. احنا عندنا كمان بنحط صمانة في الحبر هذا كل اصابع العراق وتون اربيل كلها لها اصابع مختمة مبصمة، والنتائج مضمونة عجي. النتائج في الجيبها controlled. لك متى نلحق البشر؟ لكن فلقنا. لك متى نلحق الناس؟ لك متى؟ متى بيضحكوا على العالم كله؟ طبعا امريكا تقهقه بين فيها انه خليكم في التخلف اللي انتوا فيه، اوعى تغير انت، هو والله ربيت اللي بيغير. وبيسموا التخريب اصلاح، بدون ما اتكلم في التفاصيل لانه يعني بعدين بصير الكلام مش 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 اصلاح. لما تسمع كلمة إصلاح حط يدك على قلبك، من دمار شامل عم بيمارسوه العربان بدعوى أنه إصلاح. يعني مثلا الرقص في السينما مثلا إصلاح، مثلا مثلا يعني إصلاح. إصلاح اسم الرقاصة؟ لك يا عمي لا. عندهم آليات مستقرة مع أنه إحنا دول قبل إسرائيل بخمسين سنة. إحنا دول قبل إسرائيل بخمسين سنة، هي عندها انتخاب حقيقي، عندنا نيلة حقيقية. ولك ليش هيك؟ قال يا شيخ احنا دول فقير. لك ايش دخل الفقر؟ يا الله اسمع اليوم والله خوسيه اسمه ايه يا جدعان، رئيس الأوروغواي، يا الله والله اوشكت نبكي على حالنا، بقول انا بدأت مزارع فقير يعني اعمل لأعيش، ثم أصبحت رئيسا، ثم تركت الرئاسة بغميص ومهرقل وحالته حالها، القصور لا تعني شيء والمال لا يعني شيء، بكرة أنا كومة من الدود. والله حزنت أن يموت هذا غير مسلم، اللهم اجعله يسلم يا رب. هالنفسية يا الله، لك خذوا 10,000 من عندنا، أعطونا هذا الختيار، هذا 10,000 من وين؟ بعرفش، من الشارع بتلموهم من أي مكان، والله ما أدري، من أنت مثل ما بدك، نقي 10,000 وخذهم وأعطونا هذا الختيار. بتذكر هو ولا غيره والله كان يروح على الدوام في القصر الجمهوري فولكس فاجن موديل يمكن 70 مهكعة، وغير لها مية وغير لها زيت، رئيس دولة. الآن السيسي بيعمل قصر جديد، بس الحق يقال والله تحفة يا إخواننا، يعني منظر حضاري، بدك رأسي يقعد في خيمة إن شاء الله. عدلت فأمنت فنمت على قارعة الطريق يا عمر، هذا الزمن عمو عدى 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 ونقدى، زمن ده عدى، ما تقول حمادة فقير آوي آوي آوي، ما نقول بلد فقير، فقير آوي، فقير قوي يا عمي، افهمنا مدام فقير قوي. طب قصر مبارك اللي كان يداوم فيه، داوم فيه يا أخي، يعني بكرة بيجي ضابط آخر، متى ما عرفش، لما ينقلبوا على بعض ما عرفش. شو ترتب أمريكا، شو ترتب إسرائيل، بس الموجود الحمد لله رضي، رضي من الجميع، كل بيحبه سبحان الله، واللي الشعب بيحبه الله. لا تجيب لي سيرة الله بالله عليك، يعني لأنه تقول الله بيحب الظلم، لا الله بيحب القتل والعلاء. قال يا شيخ علي والله انه الله بيحب، بس قلنا لك اترك لنا الكلام بهالمسألة هذه، نترجاك يعني لا تتطاول على الله كمان، يعني خلاص خليها بمسألة بشرية، نقول يعني الله بيحبه كمان، أمه لولا بيحبه كان ما سلمه. أهلا أهلا،
إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. قصر جديد، وبيقولوا مراته كما بنقولها قصر، يا حلاوتك. وبيقولوا إنها بتلبس ماس 3.5 مليون دولار، ومصور الماس وتعمل قمطة والماس باين من الودن. وانت مالك انت؟ خليك انت بفقرك واسكت. سكتنا. عندهم آليات مستقرة مع احنا دول قبلهم 50 سنة مثل ما قلنا، ومع هذا حتى الآن ما في حياة حزبية حقيقية ولا انتخابات حقيقية ولا تمثيل حقيقي إطلاقا ولا في بلد عربي. ويفكرون في إنشاء أحزاب بعد 100 سنة من نشوء الدول. قال أنا يمكن نسمح يمكن ما نسمح، الله أعلم. إحنا والنصيب. والحياة السياسية محصورة في وجوه معدودة، كما قيل وزراء يرثون آباءهم كما يرث الآباء عن الأجداد، جد وجد الولد، 4 سلالات بتلاقيها من نفس العيلة نفس الله يزيد ويبارك. فهي طبقية مترسخة وعائلية مترسة، ولا انفتاح على الشعب بل لا قيمة له، ولا وزن ولا أثر ولا فاعلية ولا دور. فالحياة السياسية وهم كبير أو حديث خرافة مثل ما بيقول العرب، حديث خرافة يا أم عمري. والكلام في العالم العربي من السودان إلى سوريا عن الإصلاح محض مخدر، لأن الإصلاح يعني دورا فاعلا للشعب وعبر مؤسساته السياسية والحزبية وعبر آليات الانتخاب، وهذا ما لا يؤذن به للعالم العربي. للعالم العربي كنت نتكلم عن هدم العراقيب، ونتكلم عن عباس، ونتكلم عن السودان، ونتكلم عن والله ما نعرف. لكن أدركنا الوقت، واليوم العالمي للمهاجرين يا الله، واليوم العالمي للغة العربية. والله ما بقول لك عندي 100 موضوع، نكتفي بهذا القدر. أحبابنا إخواننا، أرجو أن نأخذ من الكلام أحسنه ونرمي الكلام الربش اللي ما يعني ما ينسجمش مع العقل والدين والحق. ارميه، خذ أحسنه. يستمعون القول لكن لا تردش مباشرة، تقبلش مباشرة، ناقش ما عرضنا، إن كان حق خذ، باطلا دع. إلى الملتقى بكم، ودائما نراكم بأحسن أحوال، أعلى المعنويات، مرفوعي الرؤوس، واثقين من نصر الله، فاهمين سنن الله. لن يدع مولانا الباطل منتفخا منتفشا أمريكا وإسرائيل إلى ما لا نهاية، لا، لكل أجل كتاب. قلت لك أنا شدت بعمر القصير تفكك 5 إمبراطوريات، والسادس على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.